الاصم اللي هنتطرق له ان يمكن المباراه بنتيجتها 2-0 هو سلاح ذو حدين. لو فريق قال لك كده كده انا ضمنت وبالتالي ممكن جدا يكون في نوع من التراخي، ده اكيد مش هيكون موجود في لعيبه النادي الاهلي، لكن السلاح الاكبر عمليه الريفنج او ان انا لازم اثبت ان انا لا انا فريق كويس وجاي وقادر استحق الكلام ده. ده بالنسبه للوداد يعني. ده ما هو ده الوداد اللي عايز ياكده، وده واللي بدا بيه الراجل حواره المدير الفني، بواضح ان هو كمان راجل اجريسيف يعني. صحيح ده بوندي يعني، صحيح الجلاله خدته، لكن واضح ان هو مدير فني اجريسيف، عايز يقول لعيبته لا تراجع ولا استسلام، احنا رايحين هناك هنعمل كل المستحيل، مش بيقول لهم هنعمل كل اللي نقدر عليه. وبالتالي لا، النادي الاهلي ضمن منظومه فرحه الناس الجمهور يعني، انه شايفين الفرقه رجعت تقاتل. خلي بالك ان في شهرين ثلاثه لفايلر الموضوع ما كانش فارق معاه، ده راجل بقى في الشهر العقاري مش في النادي الاهلي، بيروح الشغل ويمشي من الشغل يعني، عنده مواعيد، وبالتالي ما كانش قادر، ودي سهله قوي في النادي الاهلي، يولد عند اللعيبه الحافز الثاني بعد الفوز بالدوري والاقتراب من مباراه قبل النهائي، هو خلاص بيشتغل ويمشي، مفيش عندنا مشكله هو يعني بالنسبه له، وبالتالي الراجل ده جه اشتغل بقى كوره اللي لعيبه الاهلي واداره الاهلي متعوده عليه. عشان كده الجمهور لما حضرتك تتابعه، اكيد حضرتك بتتابعه، كل الناس اللي مبسوطه وقابلت اللعيبه بالورود وكذا على عوده الروح، انا مش بقول على 2-0 كان فاز الاهلي كثيرا بره، لكن الاغلب الاهم بقى من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول لا يا اخوانا، مش الاهلي اللي يجي له ورد وهو ايه حط رجله اليمين في مباراه النهائي، وبلاش كده، حرصا على اللي حضرتك قلته كنجم كرو اللي قاله الاستاذ محمود كمتابع ومحلل، واللي انا باكده لجمهور الاهلي العظيم، لا الحكايه مش كده، لكن برضه لازم نقول ان لعيبه الاهلي مش هي اللي نوصيها، هي دي الوصايا العشره، اوعى تاخد بالك انك عديت ونماذج كثيره من اول 3-3 لغايه 4-0 وتبقى 4-4 ما فيش مشكله، وهناك مباريات كده، لكن مش لعيبه الاهلي ومش مع موسيماني ومش بالتركيبه الحقيقه اللي شغال عليها مجلس اداره النادي الاهلي والمفوض بالشان الكروي محمود الخطيب. ده كلام بالعلم، اللي احنا بنهول ولا اي حاجه، الخطوات محسوبه، حتى المغامره ما بتوصلش للمقامرة، لأنه العلم ما بيعترفش بالمقامرة، وبالتالي المؤسسة الحمراء المغامرة بتبقى بشخصية يمكن لخبرتها المغامرة، اللي هي ليه موسيماني لا، وأنا قلتها مع حضرتك، وما هواش مدرب الضرورة، بالعكس هو نابه، هو قدم نفسه وتقدم بين السطور انه عاوز الشغلانه دي، مش بس مستنى اما الدور يجي عليه. مدربين كبار والاستاذ محمود وحضرتك كابتن عارفين، كان ممكن يبقوا قاعدين يوم المؤتمر ويقول جئت لاعمل وسنعمل انا والاهلي، ولكن صحيح. لا احد يعد ولست املك هذه العصا السحريه. هو عمل لقطه يا استاذ اسامه امبارح عجبتني جدا على فكره، موسيماني تستحق. موسيماني تستحق، ويقول لك انه مدرب صح، اخراج اليو ديانج طبعا لسه هقول لك عليها، شعر يعني، عارف انت قاعد بتتفرج كل الناس قاعده تقول يا عم طلعه يا عم كفايه كده، والراجل ادى دوره، عشان لاحظ الحكم الانذار. لا لا هو عاوز اقول لك ما الحكم ده هو انا شايف ان الكره اصلا هي فاول بس لا تستحق، لا الحكم عايز يخدم في واحده بعديها هرسه ستارز في رجل قفشه فينا. انا تصورت وعلى فكره لابد ان نحترم بملاك الاثيوبي، هو حكم رائع لولا انه مش بادي يا عيني زيهم كده، هو يستحق الاول بجد، لانه كلمه بخبرتنا كده، كلمه ان في لعبه، لان من ضمن البروتوكول اللي هي فكره الكارت الاحمر ده من ضمن البروتوكول، كلمه عليها، واضح انه قال له لا يعني او ما راحش، انما هو امبارح كان عايز يقول لصاحب الدار احنا في الخدمه يا فندم، قهروا لاعبوا الاهلي ولم يستطع ايجاد لعبه يرتكز عليها بخلاف لعبه الشناوي العظيم. لا هي ضربه الجزاء، طبعا هنرجع للشناوي، لكن منتهى الوهميه يعني، لكنه في الاخر اهلا بخدمه صاحب الدار يعني.